شوف اخويا الله يرحم الزكاة إن شاء الله تبارك وتعالى تعطى كما قلت للنصارى وكذا ماشي للنصارى تعطى للمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم أنواع كان مثال ذاك السيد اللي كيكون كي سيد قومه ونحن حينما نعطيه نتألف قلبه لأن دخوله الإسلام يجب كاع ذوك الناس يدخلوا الإسلام كما أعطى صفوان بن أمية كما أعطى الآخر أو لا نعطي مثلا الكافر اللي على الحدود ونأمن شره نحن نريد أن نعطيه لنأمن من شره وكذا, وكذا يعني أن هذه العبادة تاع زكاة الأموال المقصود منها إن شاء الله تبارك وتعالى هو إما تأليف قلوب هؤلاء حتى يدخلوا وإما درء شرهم حتى إن شاء الله تبارك وتعالى نؤمن جانب المسلمين من هذا الأمر هذا في زكاة الأموال زكاة الأموال وكي يقول لك علاش زكاة الفطر ما نعطيوش إلا كان من من, من 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 المقاصد ومن الاصناف اللي كتعطيو لهم الزكاه الاخر هي حتى لهذاك الانسان اللي كيكون نصراني لانه اللي لنؤلف قلبه فمن باب اولى نعطيو زكاه الفطر ذاك اللي ما يصليش ما زكاه الفطر أه؟ ولو كان كان يسمعني السي من اللي كنت نهضر كنت نقول له ان شاء الله تبارك وتعالى ان هذه الزكاه نتاع الفطر نحن لا نعطيها لتارك الصلاه ليس كوننا نامرهم لا يعطونها اياه ولكن يستعملونها وسيلة من أجل إن شاء الله دعوته للصلاة نمشي حتى لعنده ونقول له إن شاء الله أنت خصنا نعطيك زكاة الفطر لكن أنت تمنع نفسك من هذا الحق اللي أعطاك سيد ربي فنحن نحب لك الخير فنستعمل الزكاة سببا لدعوته إلى الصلاة كما هي الزكاة يعني وسيلة لتأليف قلوب الآخرين حتى يدخلون الإسلام فزكاة الفطر داخل الحي داخل الحي لأنه تكون سبب من الأسباب إن شاء الله تبارك وتعالى باش تلفت انتباه المسكين تارك الصلاة أنه في خطر هذه وحدة وثانيا إن شاء الله تبارك وتعالى منين هذوك الجماعة كاملة ديال الحي ما تعطيش زكاة الفطر ويبقى يسقسي يقول علاش أنا مسكين وما عطاونيش ويقولوا له بسبب الصلاة واسمه يقع له السيد هو واحد من الزوج واحد من الزوج اما غادي يرتضع ويقول لا حول ولا قوه أعزلوني عزلوني, عزلوني بحال انا ماشي مسلم ويولي يصلي ها هو تحقق لك الشيء اللي بغينا ونعطيه الزكاه واما المساله الثانيه واسمو هي واسمه ها اي زيد اي زيد يقول لك انا هذا المسلم انا الإسلام هذا وكذا وكذا ومع ذلك الحكايه كنقولوا تعطيه لوليداته هو كتعطيه لوليداته لكن شاء الله تبارك وتعالى واش الناس المسلمين ما كيمدوا هذه الزكاه الفطر كيسقسيو على هذا الشيء اللي راه كنقولوا علاش ما كيسقسيوش على هذا الشيء هذا الشرع هذا الشيء اللي كيقولوا كي وكيجي غريب لان هذا الشيء اللي كيخرج الزكاه عمرو سقسى واش السيد يصلي ولا ما يصليش ما يصلي ما, ما يسقسيش عليه حنا علاش حنا كنقولوا هذا الشيء لنذكر الناس بامور يريد الاسلام تحقيقها من وراء هذه العبادات حنا كنأديوها الان واش مويا غير شكل ايش لو اننا نعرف المقاصد نتاع الدين وهذاك الشيء اننا نمدوها كما يريد الله لا كما نريد نحن ولمن يريدها الله لا لما التي نريدها نحن وبالطريقه التي يريدها الله لا بالطريقه التي نريد نحن فنكون عبادا لله تعالى وفق مراد الله والغايات التي يرسمها الله والوسائل والاوقات كل ذلك نحن ملزمون فيه لاننا نحن عباد نعبد الله سبحانه كما شرع وبما شرع والوقت الذي شرع ولذلك حنا علاش كنقولوا هذا الشيء؟ باش لعل وعسى انتم بعدا اللي راكم تسمعوا هذوك اللي كتمشيو تعطيهم الزكاه فيهم واحد السيد مسكين ما كيصليش تمشي عنده وتدي له الزكاه وتقول له ها بسم الله هذا الزكاه هذا حقك ولا كاين خصك تعرف بلي سيدنا رسول الله ان هنا باش نعطيوها المسكين اللي ما الله يخليك انا عطيتك العام وغدا ان شاء الله نصيبك هنا تصلي الله يرحمك يا الوالدة الله ما تحرجنيش باش ربي يقبل بيا وبيك الله يحفظك الله يجزيك بخير أنا هي أعطيتها لك مسكين ولا يا سيدي راه إلا ما جيت تصلي غدا راني غادي نخرجها أنا غادي نولي نخرجها راني غدا نولي نخرجها لأن إلا عطيتك أنت وما جيت تصلي غدا أنا عندي عطيت المسكين أي مساكين وأي أي, أي أي, أي صدقة أخرى لكن صدقه الاخرين من غير زكاه الفطر تعطي المسكين اللي ما كيصليش لا ما تعطيش اسمع اللي سقسيتني الصدقه اللي هي من غير الزكاه وزكاه الفطر واحد المسكين ما يصليش تعطيها له ولا ما تعطيها له اه هذاك اعطي اعطي الكافر اليهودي ملي تكون تاع التطوع أعطيه لكل واحد بصح اللي هي عباده ديرها فين قال لك ربي انا ما كرهتش وهذه شوفوا هذه راني قلت لكم هذه حاجه تبان مزيانه انا نمشي عند السيد اللي جاري ما, يس... ما مسكين ما يصليش نعطيه زكاه الفطر نقول له شوف هالزكاة الزكاه انت اولى بها ولكني غادي نخبرك واحد الخبر سيدنا رسول الله نهانا ان نعطي زكاه الفطر لمسكين لا يصلي الله يخليك بغيتك ان شاء الله غدا نصيبك انا تصلي ولا راه غدا ما جيت تصلي انا راه باطلع بطلع انت كل مش كل صحتك ها ولكن انا غادي ان شاء الله نولي نخرجها راه كريدي غادي يولي نخرجها وخليه وشوف وشوف وثانيا هذه القضيه الثانيه اسمح لي الحاج هذه القضيه تاع الدعوه هذه الزكاه غير تذكركم باش تبقاو تدعيو الناس للصلاه طوال العام ماشي حتى للزكاة الزكاه العام كامل خصك تفقد خوك اللي ما يصليش